طب خلينا نروح سريعا للعاصمة القطرية الدوحة. معانا من هناك أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي، ربما شاف كتير من أجواء كأس العالم ومباريات كأس العالم، بتأكيد عايزين يعني إيه نتعرف على مشاهداته من مقاعد الصحفيين من خلال هذه الاستادات. صباح الخير يا أستاذ أحمد. يا صباح الفل، برحب بحضرتك وبرحب بهدير وبرحب باستاذ علي وبرحب بكل المشاهدين. اهلا بيك يا احمد. لو تقول لنا الاجواء في قطر عامله ازاي من اول يعني المباراه الافتتاحيه، شكل التنظيم عامل ازاي، شكل المدرجات عامل ازاي، يعني حطينا كده في الاجواء هناك. طيب خليني بس في البدايه اتكلم انه بره الملعب فالاجواء رائعه، الاجواء ممتعه. اذا تحدثنا عن الدول الاوروبيه ومهاجمتها للبطوله وكاس العالم 2022، فكان الرد كفيلا يعني من انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي على هذه الدول، وان هم بينتقدوا كاس العالم لانه في بلد عربي وهم قاعدين على كراسيهم، فقال يجب ان تعتذروا لانه هيكون كاس العالم هي النسخه الافضل في تاريخ المونديال عموما. الشاهد على الكلام انه انا حضرت كاس العالم 2018 وحضرت كاس عالم قطر، يكفي انه انا ممكن احضر ماتش واخلص الماتش واروح الماتش الثاني، يكفي انه ما بلاقيش زحمه في قرب الشوارع. قرب المسافات تقصد يعني كمان ساعد الموضوع؟ ال 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 البلد كلها، لو انا في منتصف البلد نص ساعه يمين بكون في اول ملعب، نص ساعه شمال بكون في اخر ملعب، فاول ملعب واخر ملعب بيبعدوا عن بعض ساعه، يعني الموضوع مش صعب. لكن في روسيا عشان تروح من ملعب لملعب لازم تسافر بطياره، لانه كان كل مدينه بتبعد عن المدينه الاخرى، يا اما طياره يا اما بتاخد قطر يوم كامل، فكان الموضوع مختلف. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انت هنا قطر موفرة انه في عربيات ما لهاش حق تمشي خالص في فترة المونديال، في شهر كامل اجازة من المدارس عشان خاطر الزحام، في باصات موفرينها، في مترو متوفر، كل الحاجات دي متوفرة للجمهور او كل من يحمل هيا، بحيث ان هو يروح مجانا طبعا، ان هو يدخل الملاعب بسهولة. اعتقد ان هذه الامور ما كانتش موجوده قبل كده، اعتقد ان هذه الامور بتقول ان قطر شغاله بقالها فتره كبيره عشان تخرج بهذا الشكل. بمجرد ما توصلي قطر او تدخل المطار لحد ما تروح تدخل الملعب، انت لا تتعامل مع اي عامل بشري اطلاقا، كل الموضوع انت بتدخل على اجهزه، بتحط الباسبور، بتحط كارت هيا بتاعك، كل ده انت بتتعامل بمجرد ما الجهاز اللي قدامك بيتعرف على الشخص، فانت خلاص بتدخل اوتوماتيك، الموضوع متيسر لاقصى درجه. صحيح. ده بالنسبه لخارج الملعب يعني. لكن في داخل الملعب الاستادات اتعملت، كل استاد ليه فكره معمول بيها، كل استاد وراه هدف. يعني استاد البيت اللي كان فيه الافتتاح حرفيا احنا قاعدين جوه خيمه، السقف بتاع الاستاد نفسه شكل الخيمه، الوان الخيمه العربيه، ده اللي عامله مهندس الماني تقريبا يا احمد، صح؟ بالظبط بالظبط. وعلى فكره كل الملاعب اللي معموله هنا يعني ممكن تتفكك وتتركب تاني، لانه هو قطر طبعا احنا لو اتكلمنا على الدوري القطري ممكن ما يبقاش محتاج الملاعب دي كلها، الثمان ملاعب. احنا بنتكلم انه في 32 منتخب، ال 32 منتخب اللي موجودين هنا بيتدربوا على 32 ملعب فرعي للتدريبات. أيوة. كل ملعب احسن من الثاني. بنتكلم على الملاعب الاساسيه ثمان ملاعب بيلعبوا. صحيح. عليها كل مجموعه يعني، فلا البنيه التحتيه معموله بشكل خرافي. بالنسبه للافتتاح، الافتتاح كان الناس كلها شافته. اي نعم، كنت بتساله استاذ علي على خساره المنتخب القطري، طبيعي عده اسباب ادت الى خساره المنتخب القطري، ممكن يبقى موضوع الجمهور بيجي دايما عامل عكسي على اللعيبه خصوصا لقله الخبرات. هذه هي المشاركه الاولى لقطر في تاريخها في المونديال، الاكوادور منتخب تقيل في كره القدم. أيوة. بجانب اتفضل. انا يعني انا مستمتع جدا بمشاهدتك، ولكن انا برضو محتاج اسالك، انت امبارح كنت حاضر ماتش السنغال وهولندا، شفت الماتش ازاي من مقاعد الصحفيين؟ شفت ازاي الجماهير العربيه شجعت مين في اللقاء؟ الموضوع كان عامل ازاي؟ طيب حتى الآن هي المباراة الأقوى من وجهة نظري، يعني قد يختلف البعض، ولكن من وجهة نظري هي المباراة الأقوى بين المنتخبين سواء الهولندي والسنغالي. لو بصينا نظريا أو على أرض الملعب نشوف الإكوادور وقطر كانت مباراة من جانب واحد، إيران وإنجلترا كانت مباراة من جانب واحد، أمريكا وويلز كانت مباراة قوية، ولكن هما الاثنين مستعدين جدا لهذه المباراة، ليست المشاركة الأولى لهم في كأس العالم، فكانت مباراة برضو فيها ندية. ولكن مباراة السنغال وهولندا الكل داخل هذه المباراة قايل إن هولندا هتبقى مسيطرة على الجيم، بالعكس داخل السنغال بيهاجم بيعمل اللي هو عايزه، بل بالعكس ضيع فرص،
ان كنت ارى انه الاخطاء كانت اخطاء من مندي حارس المرمى شويه في الهدفين اللي جم في المنتخب السنغالي، ولكن يتبقى انه المنتخبين ليهم تقل داخل الملعب. المنتخبين قلبوا المجموعه لان هم معاهم قطر والاكوادور، فاصبح حسابات المجموعه هتبقى معقده في حال فوز السنغال على المنتخب القطري او فوزها على منتخب الاكوادور، فهتتعقد حسابات المجموعه. فنيا على ارض الملعب لا، كان جيم حلو، الجمهور كان في الملعب، كان الجمهور السنغالي اكتر بكتير من الجمهور الاكوادوري. دائما الجمهور القطري او الجمهور العربي كمصريين طبعا احنا كنا موجودين بنشجع السنغال بطبيعه الحال يعني، ولكن في جمهور العربي بيبقى منقسم ما بين هولندا، ما بين، لانه الجمهور العربي بيبقى من اسيا اكتر من افريقيا بطبيعه الحال، موجود هنا في قطر باعتبارها دوله اسيويه، فالموضوع بيختلف شويه يعني. لكن الجمهور العربي هو المستفيد الاكبر من المتعه. الجماهير قبل الماتش ب 40 دقيقه ما كانش الملعب، كان الملعب فاضي امبارح يعني قبل الماتش ب 40 دقيقه. هو في جماهير اوروبيه ويعني جماهير مش عرب اكتر، ولا الجماهير العربيه والافريقيه موجودين بشكل اكبر في قطر؟ كل منتخب اوروبي معاه مجموعه موجوده يعني. امبارح مثلا بالليل، في النهارده السعوديه هتلعب الارجنتين بعد ساعتين او ثلاث ساعات، موجود جيم امبارح من السعوديه جماهير عربيه كثيره، كل منتخب ليه الجمهور بتاعه. ولكن لو حسبنا انه عدد المنتخبات الاوروبيه في هذا المونديال 26 منتخب او اوروبيه بقى على اسيويه على امريكا اللاتينيه، فهم عدد جمهورهم كتير جدا برضو لو جمعناه كله. لكن الجمهور العربيه بخصوص قرب البلاد العربيه من قطر، فلا في جمهور برضو صحيح اكيد هيحضروا. صحيح صحيح. طب انت امبارح كنت حاضر مؤتمر منتخب هولندا، وكان ليك سؤال لفان دايك نجم ليفربول عن محمد صلاح، اللي رغم غيابه عن البطوله الا انه حاضر باسمه في كل المحافل. عايزين نتعرف على كواليس السؤال. والله هو انا كنت كويس ان حضرتك سالتني السؤال ده، لانه سؤال مهم يعني، انه كنت في المؤتمر وكان السؤال انا بدور عليا، لانه هنا كل حاجه منظمه جدا يعني، فكنت طالب السؤال، فجه دور السؤال رقم 6 لفان دايك، فكان فان دايك اتسال في معظم الامور. انا بحكم ان انا مصري حبيت اربط يعني عدم وجود مصر، وده طبيعي جدا بحكم ان احنا ممثلين لمصر هنا، فحبيت اربط الامر شويه بمحمد صلاح. فسالته قلت له انه في شهر 3 اللي فات كانت مباراه بين مصر والسنغال، وطبيعه الحال هم هيلعبوا السنغال يعني. صحيح. بين مصر والسنغال، انت كنت بتتفرج على الماتش كنت بتشجع مين يعني؟ ولو قلت لي انك ما اتفرجتش فكنت مع مين بقلبك؟ نمره 2، انت سواء شجعت ده او شجعت ده، فالاثنين ما بقوش موجودين، واحد للاصابه وواحد للخساره. فهو طبعا السؤال يعني كان في رد فعل منه ومن مدخل المدير الفني، ان هو قال له سؤال صعب يعني، هو رد حتى في اجابته قال ان هو ده سؤال عصيب جدا، ولكن انا كنت محايد بين الاثنين لان الاثنين اصدقائي، ولكن في النهايه انا خسرت الاثنين مش موجودين في كاس العالم، وكاس العالم خسرهم وافتقد لهذا الثنائي الافضل يعني. طيب عايز اسالك كمان يا احمد، طب انا وصلت الاستاد، الدخول جوه الاستاد بياخد قد ايه وقت؟ العمليه سهله علشان اروح احضر ماتش، ولا الاجواء التنظيميه دي عامله ازاي؟ طيب هو كمان عاملين حاجه حلوه قوي، انه مداخل الاستادات مقسمينها، مقسمين الشوارع يعني. هنا الجمهور، هنا الفي اي بي، هنا الاعلام، هنا متقسمه بحيث انه ما يحصلش تكدس مروري او زحام. بتدخل عند البوابه، بمجرد ما تدخل عند البوابه انت لابس الاكريديتيشن او التصريح بتاعك. في هنا بقى بتدخل بالتصريح على جهاز بيشوف الصوره او بيشوف الباركود بتاع كل شخص، بمجرد ما بيشوف الباب بيتفتح اوتوماتيك بتدخل على طول. ما بين البوابه وما بين المقعد بتاع كل واحد ممكن ياخد من 2 لـ4 دقائق. عظيم. لانه في اتجاهات بتقول ان انت رقم الكرسي بتاعك كذا في المنطقه كذا يعني، متقسمه تقسيمه رائعه، ان انت بمجرد ما بتدخل كل مكان البوابات كتير، واماكن دخول الملعب للمقاعد كتير، بحيث انه ما يحصلش اي زحام يعني. ما بنلاقي مثلا كل 1000 او 2000 مشجع بيدخلوا من باب واحد، فعلى مدى ساعتين ثلاثه فالامر بيبقى متيسر جدا وانت داخل بتتفرج في الملعب. اجواء الملعب نفسها، الملاعب كلها مكيفه، انت بتبقى قاعد فعلا المكان مكيف، فما بتحسش بدرجه حراره مش وكمان احنا لا، واعتقد ان الجو كمان دلوقتي كويس، هو ما يمكن كان اختيارهم لشهر نوفمبر علشان كده.
لسه هقول انه الوقت فعلا بدا الناس تحس بشويه برد خفيف، لانه الجو هنا رائع. يعني الجو هنا هو الانسب والامتع في خلال السنه كلها في قطر يعني. طب استاذ احمد، يمكن انت ذكرت من شويه انك حضرت كاس العالم في روسيا وحضرت كاس العالم في قطر، بغض النظر عن قصه المسافات اللي ما بين الاستادات اللي ذكرتها، في ايه تاني بيفرق من ده؟ والله كاس العالم في قطر اولا احنا كنسخه عربيه فهو نسخه هي مهمه جدا، بيفرق انه انت بتنجح قدام معوقات. يعني روسيا كان بتلقى كل الدعم، روسيا لم ينتقد احد، روسيا كان عندها البنيه التحتيه جاهزه، روسيا كانت مقدمه الملف وخلاص انا عندي ملاعبي عندي فرقي عندي الدوري بتاعي، فكل حاجه كانت جاهزه. انت بتتكلم اللي بيفرق قطر عن روسيا، انت اخذت تنظيم المونديال، ما كانش عندك ملعب واحد من الثمان ملاعب سوى استاد خليفه، اخذت تنظيم المونديال، وانت ازاي الدول العربيه تاخد المونديال من اوروبا، فده هيفتح الباب والمجال للدول العربيه اللي جايه ان هي تطلب وتقدم ملفات، لانه نجاح مونديال قطر فبالتبعيه يدي يلقي الضوء على الدول العربيه انها تقدر وتستطيع تنظيم بطولات اخرى. فكان الهدف من الاوروبيين ان هو بيعمل فزاعه، الفزاعه دي لا، الدول العربيه لا تستطيع ان هي تبقى موجوده، عشان كده كانت رساله قويه جدا. موجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجود رؤساء الدول في الافتتاح بدعوه من الشيخ تميم امير قطر، فكل الحاجات التفاصيل الصغيره اللي اتعملت هنا، انت انشات بنيه تحتيه وانشات كل حاجه لكاس العالم، كل هذه الامور كانت متغيره عن كاس العالم في روسيا 2018. كل السلبيات اللي ممكن احنا نبقى هنشوفها في بطوله مش موجوده، انت خلاص الناس بتوفر لك كل حاجه، الناس مهيئه كل حاجه ليك هنا علشان البطوله تطلع بالشكل الامثل. لكن في روسيا لا، البلد كبيره جدا، في روسيا البنيه التحتيه كانت موجوده من الاساس، درجه الحراره بقى والبروده كانت في روسيا طبعا حضرتك عارف الفرق بين هنا وهنا، لكن عموما في المجمل نسخه كاس العالم 2022 مليانه تحديات وصعاب وتحقيق الانجاز مع كل هذه التحديات هو ده اللي بيفرق وبيحدث الفارق. احمد كمان عايز اسالك ازاي الجمهور العربي بيستعد للماتشات النهارده، عندنا السعوديه امام الارجنتين والدنمارك وتونس، الاجواء العربيه للاستعداد لتشجيع هذه المنتخبات عامله ازاي؟ ما بيناموش يعني الجمهور العربي اللي بيبقى بساعات الجمهور بيجي رحله اليوم الواحد فما بيناموش، هنا في اماكن بيتجمعوا فيها، اماكن تراثيه بالنسبه لقطر بيتجمع فيها كل جماهير المنتخبات عموما وليست العربيه فقط، ولكن الجمهور العربي بيجي من بالليل اللي هو يعني امبارح، بيفضلوا في الشوارع بيطوفوا البلد كلها باعلامهم، ليهم ساحات معينه بيحتفلوا بيها فيها. انا قابلت امبارح عدد كبير من الجمهور السعودي عنده أمل، يعني عنده أمل إن هم يلعبوا الأرجنتين، عارفين إن المباراة صعبة ولكن ليس هناك مستحيل في كرة القدم يعني، ولكن هم قالوا إحنا نفسنا نستمتع بهذه المباراة. الجانب التونسي مع الدنمارك أيضا هي مباراة صعبة في لغة كرة القدم، ولكن نتبقى إنه إحنا كنا داخلين ماتش مصر وبلجيكا الود الأخير، ما كانش حد يتعشم إن إحنا نخرج بهذه النتيجة ونفوز 2-1، ولكن لا، معطيات كرة القدم وحالة اللاعبين في نفس يوم المباراة هي اللي بتفرق كمجمل في كتابة مين يفوز مين يتعادل، ده بيكون المعطيات الأخيرة لأي مباراة كرة قدم. أحمد عبد الباسط أسعدتنا ويعني نقلت لنا كل الأجواء من قطر، بنشكرك شكرا جزيلا. أنا الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط على وجودك معنا دلوقتي.